طيب يعني افرض ان انا ما عنديش لغة الحوار في الحياة، يعني افرض راجل ومراته او راجل وصاحبه او ست وصاحبتها مش لا يملكون ادوات الحوار، يعني منهج الحوار، وتلاقي الحوار يروح في حتت ويرجع من حتت، فهل هيستطيعوا ان هم عن طريق القرآن الكريم يتعلموا مفاهيم الحوار؟ طبعا. هم دول وصلوا لكده ليه؟ لأن اللي قرأ عليهم القرآن وعلمهم القرآن ما عادش في حلقات متتالية يقول لهم إزاي في الخلاف الزوجي حصل كذا، إزاي في سورة قد سمع قال ربنا سبحانه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فهي سمعت الآية حتى ممكن تكون حفظاها، لكن لو راحت كده للسورة طب سبب نزولها إيه؟ هتجد إنه حوار، وحوار لاقي جدا وتتعلم منه. إحنا عندنا انفصام بين القرآن وبين حياتنا وبين واقعنا، ودي مشكلة هنفضل نتكلم فيها لغاية ما ننضبط. هنجد إن واحدة ست بسيطة جدا جاية تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن زوجي ظاهر مني، قال أنت عليك كظهر أمي، خلاص. قال لا أعلم لك إلا الطلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم المرأة ومرأة بتحب جوزها، جوزها رجل عجوز أو ما بيمنش فايدة بس بتحبه، قال رسول الله إنه رجل كبير ليس له من يخدمه وليس له من يقوم بأمره، يخف عليه ملناش إلا بعض في الآخر. قال لها لا أعلم لك يدين لا إلا الطلاق الفراق. وقال تجرأ، ما هو في ناس السنة برضو يعني الكلام بيجيب بعضه، في ناس عندها جرأة جامدة قوي وفهم ان الرجولة انه كل شوية يحلب بالطلاق. واسألنا احنا بقى على الحكاية دي كل شوية الناس تيجي تستفتينا، كل ما زوجته تكلمه والله ما عليه الطلاق ما انا واكل، عليه الطلاق ما انا داخل، عليه الطلاق ما انا شارب، فهم انه مش هيبقى راجل الا ما يحلب بالطلاق. ويجي بعد كده يا مولانا شوف لي حل، اصل انا حلفت مرتين، اصل انا حلفت، ويتمسكن ويتمكن. يا ابن الحلال لما انت ما انتش قد كلمتك شغال لي بيها كل شويه عليها الطلاق ليه؟ هو هي لعبه؟ ما انتش مؤد، ما انتش فاهم المشكله. اخونا ده قال لها ايه؟ قال لها انت عليك زهر امي زي صاحبنا ده كل شويه طلاق طلاق، فاهم؟ فما لهاش حل خالص، اتقفلت. فرب بتشتكي، الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. سيدة عائشة بتسمع جوه، مش سامعة الكلام، مش سامعة التفاصيل، لكن الله سبحانه وتعالى لا يغيب عن سمع شيء. فنزل ربنا سبحانه وتعالى حل لهذه القضية اللي هي حل كفارة الظهار. وبالتالي لما تتعلم، لما احنا نعلم الناس القرآن مش قصص، مش ماضي، مش مجرد حكايات. ما انت بتعمل كده يا دكتور؟ بعمل ايه؟ انت دلوقتي هتكلمنا على الحوار في القرآن الكريم، نعم، وهنقول أصول الحوار ومبادئ وأسس الحوار والحاجات في الحوار زي اللي حصل مع عمرو خالد كده، والقرآن وبلغة الحوار وقال لهم وقل لهم، وبعدين لما الراجل قال له الحوار مع الإخوان قال له الحوار خلص. فاحنا دايما نتعامل مع القرآن الكريم في جماليات القرآن، لكن طيب تطبيقه على الأرض وده مهمتنا. وإذا ما كنتش يا أستاذ محمد هتوصل معايا الحلقة دي للجمهور يبقى مشكلتك أنت قبل ما أكون مشكلتي. طب ما انا اشتكيت اهو، اعمل ايه اكتر من اشتكيت لمين؟ اشتكيت لك دلوقتي اهو. لا يعني احنا نتكلم دلوقتي على احنا بنقدم حاله حوار، تمام جدا ورائعه جدا. فحضرتك انا بتبنى الخطاب الديني في الموضوع ده كويس، وحضرتك بتمثل الجمهور. انا بسالك انت دكتور جمال، اتفضل. لما بتيجي تتحاور مع اصحابك في الحياه بشكل عام، هل في عندنا لغه حوار حاصله؟ في منهج حوار حاصل؟ لا مفيش. مش بتعاني من الحكايه دي؟ لا بعاني، اصل انا قررت اتوحد، يعني قررت يجيني توحد. لا هو عشان نبقى واضحين جدا، انا واحنا وكلنا لما بنتكلم حتى عن الاسلام بنتكلم عن اسلام نسبي، لكن هل احنا بنمثل الاسلام حقيقه؟ لا لا، ولا انا ولا الشيخ فلان ولا الشيخ علان. لا تمثل الاسلام يعني، لا نمثل الاسلام حقيقي ولا نمثل الفكره الاسلاميه كامله. احنا بنحاول ندعي ان احنا قريبين منها، لكن احنا عندنا فصل كبير جدا يا استاذ محمد بين الاسلام وحقيقه الاسلام والقران وفهم القران وبين واقعنا وحياتنا، سواء كان على مستوى الدعوي او مستوى الفكري او مستوى المعاملات او مستوى الحياه.
وبالتالي نحن لما نيجي نتكلم مرة أخرى الصراحة القرآنية بنحاول نتلمس الطريق، نحاول نرجع للمصدر ده تاني، نحاول نعيد فهم القرآن بطريقة تتناسب مع واقعنا، نفهم القرآن على حقيقته، نفهم القرآن أنه ربنا أنزله شفاء يعني شفاء، يعني ما من مشكلة تقابل أي واحد من المشاهدين ولا من الجمهور الأمة ولا من الأمة بأسرها إلا ويجد حلها في القرآن واضحا كمال وضوح. إحنا عندنا فريضة غائبة اسمها الحوار. يعني عندنا فريضة غريبة اسمها الحوار. طبعا وعندنا قرآن بقاله 1400 سنة، وعندنا قرآن، وعندنا مش قرآن، مش قرآن وخلاص، ده قرآن ذكر في أول في أوله كده في أول الصفحات حوار. وحوار مع مين؟ ذاك النوعين من الحوار من الصعوبة بمكان، مع رب يملك الأرض والسماء، يملك كل شيء، يتحاور مع عبيده من الملائكة، إني جاعل في الأرض خليفة. لكن من حقهم يسألوه، ولا هم سألوه أنت ربنا تعمل إيه، ولا ده من صلاحياتهم ولا في الموضوع خالص، ولكنه ربنا بيعلمنا بربينا على كده، إني جاعل في الأرض خليفة، ملائكة تجعل فيها، إحنا من خلال شوية معلومات هنقولها، تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس. مش بيعترض، ده بيسأله. قال إني أعلم ما لا تعلم. بس خلي بالك، ما ممكن اقول لك يا استاذ محمد انت في الاعلام تقول لي كده، انا عارف كل حاجه في السياسه. ما احنا عارفين كل حاجه، طيب بس انت مالكش دعوه، كل حاجه متظبطه. الاخوه اللي ماسكين الموضوع ده فاهمين كل حاجه. ربنا قال له اني اعلم، وما سابهمش، وعلم ادم الاسماء كلها، راح جابهم تاني. لما شافوا الصوره دي قال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم مش عارفين. قال سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. فلما وجدوا هذا التميز، لما امرهم بالسجود سجدوا. ده حوار، حوار مع خلقه. اللي اصعب منه كمان انه ربنا سبحانه وتعالى يتحاور مع ابليس، مع ابليس، عشان ما حدش يزعم انه هو صاحب الحق الاوحد اللي ما ينفعش اتعامل. انا عايز اتحاور مع محمد ناصر؟ ده ربنا العظيم الملك سبحانه وتعالى القاهر الخالق تحاور مع ابليس. يا ابليس يعني بيقول فسجدوا الا ابليس استكبر وكان من الكافرين. قال ما لك الا تكون مع الساجدين؟ قال ما لك لم تكن مع من الساجدين؟ قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمام مسنون. وفي الايه الثانيه انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. حوار ربنا مع ابليس. وبعد كده ابليس يقول له ايه؟ رب انظرني الى يوم يبعثون. قال انك من المنظرين. الله في كتابه في اول صفحات الكتاب بيعلمنا، وانت اول ما تقرا القران بيقول لك اول حاجه ان ربنا حاور الملائكه وحاور ابليس، ولسه بقى يحاور ادم ويحاور نوح. طيب واحنا بعد كده في الاخر مش عارفين نكلم بعض؟ طيب يبقى احنا ما نعرفش القران.